ظهرك يا استاذ عمر. تمام الحمد لله. عندي ليك مفاجاه صغيره. اعطوه كده؟ عايز افاجئك مفاجاه صغيره. بص دلوقتي انا خدتك من تحت علشان احنا فهمنا المدام ان انا طالع هنملى ابلكيشن وعلشان البروديوسر ونسافر والكلام ده. احنا لا هنملى ابلكيشن ولا اي حاجه من الكلام ده. احنا واخدين نقول لك سر صغير. ايه هو السر؟ قول لي بقى. ان انت جاي هنا في برنامج اسمه كابلز. عشان تمام. تجاوب على اسئله ان شاء الله طبعا تطلع خاصة بالكابلز. تمام تطلع متوافقه الاجابات ما بينك وبين المدام. تمام تسافروا معانا الرحله ان شاء الله اللي هي الجايزه التركيه لو جه لو الفوت جه عليكم اكتر يعني دي فوت هيتعمل اكتر كابل هيجي عليهم فوت هم اللي هيسافروا. اوكي كل ده ما فيهوش اي مشكله ده هيتم فعلا وفي رحله فعلا. تمام بس الحته المستخبيه ان البرنامج ده اسمه مراتي في ورطه بس مش كابلز. كابلز ده اسم ايه وهمي وهي هتوافقك في كل الاجابات وانت توافقها في كل الاجابات في الحلقه ضد مراتك يعني هي تعرفك اكتر من مراتك. انا هتضرب كده بقى ربنا يستر. انا عايزك ايه تظهر روح التمثيل اللي وراك اكيد نفسك. لا ما تقلقش بس شغلتي انا عايز تكبر كده تلعب بنظرتك. انت ما ينفعش غير اسمك يعني. ايه ما ينفعش غير اسمك. عايز تسميني ايه؟ احكي لي كده على حد كانت سنه اسماء. هي فكرة الاسم ده هي عارفه ان انا كان فيها وكان هو ده اللي احنا عايزينه. نرجع تاني. لا بس انا شايف انا ليا راي يعني ممكن ان حته ان انت داخله فعلا واحنا بشوفك وانا بشب عليكي وهقعد عليها اقول لها ايه ده على فكره انا بشب عليها دي اسماء معقول بعد كده هي تسمع مني الكلمه حتى انت رايك ان انت تخش انت وانا هي تبقى قاعده هنا صح بالظبط صح كده انا بقول لك هننزل نجيبها وانت انك تعرف. اوكي ايه؟ 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 اتجوزت امتى؟ اهو من 6 شهور كده. 6 شهور يعني قريب. يا خساره لو كنت سجلت معاك من سنه. بس انت بقيتي مذيعه امتى بقى؟ بقالي سنه شويه لك كنت سجلت معاك. دخلت كليه ايه؟ دخلت اعلام القاهره. اعلام القاهره؟ انا كنت اشطر منك. يعني. سبت المنوفيه بقى. هقول لك بعد الحلقه احكي لك حاجات قد كده اصلا. كتير قوي يعني. ثواني. مدام ايه؟ سلمى. البني ادمين نوعين مالهمش تالت، راجل وست، ولازم يعيشوا مع بعض، وعلشان كل اتنين يقدروا يكملوا مع بعض لازم يكون بينهم توافق. في برنامجنا كابلز بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحله اسبوع لتركيا شامله الاقامه والسفر. ضيفي النهارده مفاجاه كبيره بجد. خفاجه ومدام سلمى. لا مش عايز اقول خفاجه. ايه خفاجه؟ ما ينفعش اقول خفاجه. انا اسفه ما ينفعش اقول خفاجه. صح عمر. البني ادمين نوعين مالهمش تالت، راجل وست، ولازم يعيشوا مع بعض، وعلشان كل كابل يقدروا يكملوا مع بعض لازم يكون بينهم توافق. في برنامجنا كابل بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحله اسبوع لتركيا شامله الاقامه والسفر. ضيفي النهارده غالي عليا بجد. عمر ومدام سامي. اهلا وسهلا. ايه؟ سلمى. البني ادمين نوعين مالهمش تالت، راجل وست، ولازم يعيشوا مع بعض، وعلشان كل كابل يقدروا يكملوا مع بعض لازم يكون بينهم توافق. في برنامجنا كابل بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحله اسبوع لتركيا شامله الاقامه والسفر. ضيفي النهارده حد غالي عليا بجد. عمر ومدام سلمى. مرحب بيكم معايا في البرنامج. عندكم فكره عن المسابقه يا عمر؟ لا لسه. برنامجنا مسابقه بين اتنين كابل بنشوف اجاباتكم لو كانت متوافقه بتكسبوا رحله اسبوع لتركيا شامله الاقامه والسفر. جاهزين؟ عمر جاهز؟ ان شاء الله. فاصل وهنرجع تاني مع عمر ومدام سلمى. ايه عمر دي؟ مش عارفه اقول عمر. عمر وما ينفعش اغير عمر. اصل ايه مين عمر ده؟ احنا خفاجه من واحنا قد كده. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت خلفته؟ لا صح 6 شهور. لسه. بس ايه ده انت اتجوزت بدري قوي كده ليه؟
مش بدري ولا حاجه. لا بدري قوي. جامعه وعطول الجامعه. اوكي انا وحشتني والله بجد. يلا بينا. طيب ورجعنا لكم تاني مع عمر ومدام سلمى ورجعنا لكم تاني مع يدي كده عمر ورجعنا لكم تاني مع عمر ومدام سلمى. واول فقره معانا اسئله ليكوا انتوا الاثنين. عمر، انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ ست شهور. ست شهور. عمر، الجواز ده كان تقليدي ولا عن حب ولا جه ازاي؟ لا عن حب، قصه حب في الجامعه وكده يعني. بس عمر ده كان شقي قوي، كان هيتجوز جواز تقليدي، هو قال كده. مش مصدقك. طب يا عمر، المشاعر اللي بينكوا بعد الجواز زادت ولا قلت ولا تغيرت ولا ممكن تحصل حاجه تغيرها؟ لا، هي طبعا لسه في بدايه الجواز، فاحنا مشاعرنا كانت وصلت للتوب يعني، فبالتالي يعني احنا واصلين نفس المرحله دي دلوقتي يعني، ما لا زدنا ولا قلينا يعني. بس ممكن الروتين يقتل الحب صح؟ طبعا الروتين بيقتل اي حب طبعا. انت بتكره الروتين؟ طبعا. وحضرتك يا مدام سلمى؟ محدش بيحب الروتين. سؤال مدام سلمى. مدام سلمى، تعملي ايه لو عرفتي ان جوزك يعني كان في حياته علاقات كتير زمان؟ ولا حاجه. ولو العلاقات دي ظهرت تاني هتعملي ايه؟ هحاول احاربها. هتحاولي تحاربيها؟ لو كان هو اللي عايز كده. هو اللي عايز كده؟ ما اعتقدش هيكون عايز كده. متأكدة؟ عارفة كل علاقاته قبل الجواز؟ كلها؟ بأسمائهم يا عمر؟ لا مش كله طبعا يعني، في بعض الحاجات كده يعني، مش لازم برضو يعني أقول لها كل حاجة بتحصل يعني، بس أنا عادة ببقى صريح معاها يعني. يعني مادام عارفة كل الأسماء؟ لا مش قوي يعني، يعني طبعا معظمهم، مش كله يعني. يعني مش عارفة كل الأسماء؟ مش كلها لا يعني، عارفه معظمها. مش لازم تساليها على علاقاتها قبل الجواز. هم سالته وقال لك كل حاجه؟ اكيد يعني. وبعدين شكلك يعني عملت كفر لنفسك كويس قبل الجواز. طبعا الواحد بيغير في شخصيته، في مراحل الواحد بيعدي فيها في حياته بيغير شخصيته كتير اكتر واكتر، كل مره بيتغير بيبقى حاجه تانية خالص. وبيختفي. مش عارف والله، هي الجامعه بقى. الجامعة. الجامعة بتاخد والدراسة. فيسيب الناس ويسيب بلده ويسيب كل حاجة ويتغير تماما، ناس جديدة وعلاقات جديدة وحياة جديدة كل حاجة. طبعا هي دي طبيعة الحياة يعني، طبيعة الحياة ان الواحد بيتنقل من مكان لمكان ويروح يتعرف على ناس اكتر ويغير من شخصيته حسب الناس والمجتمع اللي هو عايش فيه. بس يعني ممكن ثواني معلش، السؤال ده مش عندك اصلا في السكريبت. ليه؟ احنا اسفين يا مدام، معلش التزمي بالسكريبت لو سمحت. ليه؟ سوري، انا عايز اقول لك ان انا عارف عمر من زمان، فيعني بس بندردش. اسفين يا مدام. خلاص سوري. عمر في ايه؟ عمر الحلقه هتبوظ. زي عمر. لا عمر بليز ممكن تهديها لو سمحت. انا تصوير يا بابا. لو سمحت استني بس، استني براحه. في ايه؟ ما ينفعش. خفاجة يا خفاجة. سلمى خفاجة من فضلك. ما ينفعش والله. استني هقولك حاجة. استني سلمى في ايه؟ انا مش كده. لا صدقني، مش حلقة هتكمل. مش هتكمل يا جماعة، ويا ريت تتوقف. انا فاهمه اني كنت في مقلب عامله فيكي استاذ عمر، لان عمري في حياتي ما شفته خالص. شفتي وبيضحك ومبسوط تضحكي بقى. استعجلت. ايه؟ استعجلت، كان نفسي استفزها اكتر. يا استاذ عمر حرام عليك، والله العظيم حرام عليك. سامعيني يا جماعه؟ مشاهدينا، مش مدام سلمى اللي كانت في ورطه، ده احنا كلنا كنا في ورطه علشان مدام سلمى خلعت المايك وجريت على طول ونزلنا كلنا جرينا وراها. واستاذ عمر كان مصمم يكمل المقلب للاخر. بس بجد عشان مدام سلمى حد كويس جدا، اضطرينا نقول لها الحقيقه وان احنا عملنا فيها المقلب الصغير ده علشان ترضى علينا وتسامحنا وترضى على استاذ عمر.
ونحب برضو نقول لها ان اجمل حلقه واجمل كابل بالفوت هيكسبوا رحله برضو اسبوع لتركيا شامله الاقامه والسفر، وان شاء الله تكسبوا. احب اسمع كلمه من مدام سلمى الاستاذ عمر.